وثانيا وأبدا. تأسيس هذه الشبكة ونبارك توقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة. مستوى المرصد الوطني للمجتمع المدني الدعوة لهذا اللقاء اللي يجي مكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية. سيدي الديمقراطية التشاركية. اليوم سنتحدث بطلب من الأكاديميين والخبراء والحقوقيين والناشطين مرافقة المرصد لميلاد شبكة جديدة أعلن عنها اليوم. وسنسعد بإمضاء الاتفاقية معها وهي شبكة المجتمع المدني لمواجهة الفكر النيوكولونيالي العالمي. هذه الشبكة التي سيكون لها أيضا شغل على مستوى هذه التحولات وفهم هذا الإدراك اللي راه يقيس الآن ويستنزف الشعوب في أنه يكون عندنا صوت تاع مرافعة لأنه من مهام المجتمع المدني. أيضا ونحن في الذكرى 70 لثورتنا المجيدة اللي نترحم فيها على شهدائنا وربي طول عمر مجاهدينا. لقاء تاع اليوم ينعقد بالتنسيق مع وزارة المجاهدين. المرصد الوطني للمجتمع المدني عازم بكل ما يملكه من آليات وإمكانيات على مرافقة كل مبادرات المجتمع المدني. هذه المبادرة تاع اليوم تاع إطلاق شبكة المجتمع المدني لمواجهة الفكر النيوكولونيالي، يعني النيوكولونيالي والاستعمار الجديد العالمي. ويدخل فيه أيضا كل ما يتعلق بذاكرتنا ويدخل فيه نقاط أخرى أيضا. خلق استعمار جديد خطير وخطير جدا هو لا بانسي كولونيال، الفكر الاستعماري. هذا الفكر الاستعماري والنيوكولونيالي سي كلكو شوز ديكستريمون غراف. علاش؟ على خاطر يحبوا يخلقوا في عقولنا باللي هاد البلدان هما احسن منا، هما اللي يفهموا، هما اللي يعرفوا، احنا ما نعرفوا والو. ولازم يسيرونا ويسيروا السياسات نتاع بلادنا حسب قصتهم كما يقولوا بالدارجه، وهذا الشيء ما نقبلوش ابدا. على هذا هاد لو كوليكتيف اللي راهو هنايا، وكاين بزاف منهم ما جاوش الفرص، يعني ما سمحولهمش لي مويان تاعهم، لي مويان دو طون باش يكونوا هنا، ولكن اي سون بريزون دون نو كور. عزمنا، واخترت كلمه عزمنا، لكي نواصلوا الكفاح نتاعنا ضد هذا الفكر الخطير والخطير جدا.